شقوية عالية ازاي؟ عنيفة ازاي؟ في النص بتفتك في بعدين الدايرة اللي بعديها بتعمل بروجكتايلز زي ما تكون مقصوفات تمام قذائف مختلفة وبعدين بتروح حادفة الناس اللي حتى بالتلفزيون الأصفر بيتحفوا ويتخبطوا وممكن يحصل لهم إصابات. يا جماعة اتفقنا على الكلام ده؟ واضح؟ نقول تاني ادي الانفجار وادي الزونز اللي حوالينا. لو هو واقف جوه الانفجار او قريب قوي من الانفجار يبقى واقف في منطقه ايه؟ البرايمنت يبقى هنا اتفرتك خلاص. هو بعربيته باللي فيه بالقذيفه بالربوه بكل حاجه اتفرفتت تمام؟ لقيت عندي شويه ايدين ورجلين هنا او جسد متفرتك متهرتك ديستراكتد خالص تمام؟ طيب هو واقف في الزون الابعد شويه ده حصل له ايه؟ الاشياء السوليد اللي اتفرتكت هنا سواء من العبوه او من الموجودات في المنطقه دي خرجت بشكل قذائف ورشقت في جسم البني ادم اللي هنا تمام؟ طيب هو بعيد شويه وفي المنطقه دي ما وصلتلوش القذائف صحيح ولكن الشوك ويف العنيفه شالته وهبدته بره اتخبط حصل له انجريز نتيجه للخبطات دول ودول الثلاثه مين انجريز ديث اكسبلوجنز نظام علوم الاثنين موجود عندنا في الكتاب لكن دول الثلاثه كلاسيك تمام اللي هو البرايمري والسكندري والترشري مفهوم يا شباب؟ طيب ده مين ده؟ مين اللي مش هتعمل له معالم ده؟ شويه ايدين ورجلين وبادي متفرتك ده فين ده؟ ده في البرايمري ده جوه الزون الاحمر بتاع الاكسبلوجن الانفجار تمام؟ فنبص تلاقي فيه ديستراكتيف افكت تمام؟ الدنيا كلها اتهربدت مفيش تيشز اصلا مفيش ملهاش معالم تمام؟ دول بيحصل مين بقى؟ للباديز اللي لايف ويز ان اريا اوف سبريد اوف بلاست ويفز على طول دايركتلي عند بلاست ويف او قريبه منها وغالبا لو حد هو الناس البدائيين اللي بيبقوا لابسين اللي بيسموه البومب ستر هم دول بيبقوا الفيكتور بتاعه الكلام ده او الناس القريبين من الكلام. طيب ايه من اكثر الحاجات اللي هي بتبقى هازاردس وبتتفرتك وبتموت على طول هو مين؟ هو اللانز. اللانز زي ما تشوفها بالمنظر ده كده يعني هامرج فظيع وديستراكشن في البلورا والتيشن يعني زي ما بيحصل زي ما بيحصل جوه زي ما بيحصل بره في الانترنال اورجنز وبيبقى يعني بتنتهي خالص بنسميها جلاس لانج وبيقول لك لو حصل يعني سرفايفرز من الناس بتوع البرايمري انجري وده قليل جدا يحصل سرفايفر يطلعوا من الاريا بتاعه الانفجار اللي هي الانتمت بارت اوف الاكسبلوجن يطلعوا صاحيين يعني هم بيخشوا في ايه؟ في اي ار دي اس عدد ريسبيراتوري ستريس سيندروم يعني ده فيري مينيمال ان هو يخرج يعني من الاريا بتاعه الانفجار تمام؟ ايه تاني برضو المميز في الانترنال اورجنز اللي هو الكلاس باور الاماكن اللي هي فيها اير او هولو بارتس زي الاسوفيجس زي الاستومك زي الانتستن دي بتتاثر جامد جدا بالانفجار والبلاست ويفز وبتبقى ديستراكتد متفكركه ومتهربده ويليها بعد كده الفاسرال بقى اللي هي الكومباكت بس زي السبلين او الكيدنيز او الليفر تمام من اول حاجه بتتاثر بقى قبل الكلام ده كله ولكن هي مش فيت الاول اكتر حاجه بتتاثر للضغط الضغوط المختلفه والكلام ده ايه؟ التمبانيك ميمبرين بتاع الايه اوكي؟ يعني اي واحد موجود في مجال الانفجار كده ده احنا لما بنبقى راكبين الطياره ولا نازلين من الطياره ولا كده عشان الاختلاف بتاع البريشر ده بتبص تلاقي حصل لك التمبانيك ميمبرين بتاعك بتتاثر فزي ما انت شايف كده دي ايه؟ دي البرايمري انجريز اللي هي بتبقى تيشو ديستراكشن وهامرجز زي ما انت شايف يعني جروح عنيفه جدا 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 وديستراكشن مالهاش شكل، جرح مالوش اي شكل. طيب ده مين ده بقى؟ ده مين ده؟ اللي جسمه كله مرشق زي ما يكون مرشوش عليه بالفلفل كده مين؟ ده سكندري اوكي؟ ده نتيجه لايه؟ نتيجه للبروجكتايلز قذائف طارت يبقى العبوه والحاجات السوليد اللي موجوده في السنتر بتاع الاكسبلوجن اتفتتت هي كمان وديستراكتد يعني وراحت ايه طايره ومرشقه في الناس اللي واقفين بعيد شويه وهي منظركم عامل في المنظر ده زي ما يكون واخد 500 قذيفه في جسمه كفرنج جسمه كله. اوكي؟ ده مين ده بقى؟ مين اللي اتشال واتنطر وراح بعيد ده؟ ده التيرشري ده
خارج بقى النطاق بتاع البروجكتايل اوكي اللي هو في التيرشري بارت سراوندنج في دايره اوسع شويه حوالين الاكسبلوجن. الشوك ويفز العنيفه دي شالته وهبدته بره، ممكن يخبط مثلا في رصيف، يخبط في شجره، يخبط في اي حاجه صارت ويموت او يعاني من الفايتال انجري تروما. طبعا اكثرها الهيد انجريز. واضح كده يا جماعه الثلاثه كاردينال كلاسيك انجريز بتاع الاكسبلوجن. طب قال لك ممكن يحصل حاجه اسمها كمان ايه؟ كاردينال انجريز. ما هي الجازت دي زي ما قلنا عليها اللي عامله البلاست ويف والشوك ويف دي طالعه ايه؟ طالعه سخنه مولعه نار تمام؟ والهوتنس ده بيعمل ايه؟ بيعمل بيرنز، يا اما سوبرفيشال بيرنز يا اما سيفير بيرنز لو في سكندري فاير. يبقى الهوت جاز دي بتعمل لي سوبرفيشال بيرنز، ولكن احيانا مع مصاحب الانفجارات دي يحصل سكندري فايرز. يعني تحصل انفجار في الحته دي وتبص تلاقي البيت اللي بعديه ولع لان القذيفه راحت فيه، مش عارفه سبريد السبارك راحت فيه واتس ايفر، فراح الدنيا مولعه هناك فحصل برضو حروق بقى سيفير بيرنز بقى لما تدب حريقه في مكان سكندري في مكان الانفجار. لكن لو بس حرايق من الهوتنس بتاعه الويفز اللي طالعه او الجاز اللي طالع بتعملي سوبرفيشال بيرنز. طبعا مع السيفير بيرنز لو سكندري فايرز بيحصل ادخنه، والدخان ده بيعمل لي ايه؟ سموك انهيليشن انجري. الواحد ما يستنشق الدخان زي ما انتوا خدتوا بقى في التوكسيكولوجي يدخل بقى ايوه كل بقى في حياته بقى اوكي. طب قال لك في حاجه اسمها كينري انجريز. ايه بقى؟ ساعات الابوات الناسفه دي او الابوات بتاعت الانفجار دي تبقى متلغمه، مش بس بتعمل انفجار، لا بتعمل انفجار وجواها كيميكال معين مثلا او جواها بيولوجيكال ويبن. بيولوجيكال ويبن زي ايه؟ البكتيريا. زي البكتيريا. خد بالك انا عايز البكتيريا تنتشر في المكان ده زي الانفلونزا مثلا اكتر حاجه ماشي. كيميكالز زي ايه؟ بيقول لك ضربنا عليهم عبوه غاز عملت انفجار صحيح ولكن مطلعه كيميكال. الكيميكال ده اللي هو ايه؟ الغاز اللي هو علشان بقى غاز مسيل للدموع، غاز اعصاب، غاز مش عارفه واتس ايفر يعني. This is chemical. اوكي. وساعات تبقى عبوه مشعه فيها راديشن ملغمه راديشن. تمام. يبقى انفجرت وبس، مش المشاكل بتاعت الانفجار دي اللي حصلت البرايمري، لا ده في اشعاعات طالعه كمان والناس اللي موجودين دول اتاثروا بهذا الاشعاع. وديس از الكينري انجري اللي موجوده في الاكسبلوجن. This is only the exclusion. Thank you very much. ويعني ربنا يوفقكم ان شاء الله في الامتحان.